نروح لزميلنا فاروق صلاح ومعاه لقاء مع محمد عبد المنعم. مستمرين مع حضراتكم مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي، صمام والصخرة وقلب دفاع، قلب دفاع النادي الأهلي. محمد عبد المنعم، كابتن محمد، برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي. مليون مبروك، بطولة غالية، وعلى المستوى الشخصي أنت كنت مستني هذه المباراة؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر لك يا رب. مكسب مهم، بطولة مهمة طبعا، بعديها لأسرتي وبعديها لجمهور النادي الأهلي كله. الحمد لله. أفضل لاعب في المباراة. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. عايزين نبارك لك على افضل لاعب في المباراه. الحمد لله، ده كله تعب زمايلي، بحمد ربنا على البطوله ديت، اول بطوله ليا، هتفرق معانا. كنا مركزين قبل الماتش، محدش كان بيتكلم مع حد، ما اتكلمناش كتير في الماتش، كل اللعيبه كانت مركزه وعارفه اهميه الماتش ده. بدايه موسم خير علينا ان شاء الله، نوعد جمهور النادي الاهلي باذن الله نشتغل ونتعب، طول ما انتوا في ظهرنا نشتغل ونتعب باذن الله، وكل البطولات باذن الله هننافس عليها ان شاء الله. محمد عبد المنعم واحد من اللعيبه اللي بتثق فيه جماهير النادي الاهلي وبتحبه جماهير النادي الاهلي، شايف الحب ده ازاي وشايف الثقه دي ازاي؟ لانها ما بتجيش من فراغ. الحمد لله، بحمد ربنا يعني بشكرهم طبعا، بشكر جمهور النادي الاهلي دايما في ظهري. كان في الفتره اللي فاتت كان الناس كل شويه يقول لك ده مغرور، ده متكبر، مش عارف ايه. انا شخصيتي غير كده خالص، الحمد لله انا متربي وعارف ربنا الحمد لله كويس. هو ستايل لعبي كده، في حاجات كنت ممكن اكون بزودها شويه، بس ده كانت ثقه. في حاجات بنتعلم، لسه صغير بتعلم، وان شاء الله باذن الله اللي جاي يبقى احسن، وان شاء الله نعمل اكتر جهد عشان نفرح الجمهور ونفرح النادي الاهلي ان شاء الله. اقول منعم او كامبوس، يعني عشت معاك فتره طويله في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، ومحمد عبد المنعم واحد من اللعيبه اللي ما فيش مدرب في قطاع الناشئين الا وراهن عليه وقال ان محمد عبد المنعم هيلعب فريق اول وهيلعب منتخب مصر. الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر لك يا رب. كل المدربين في قطاع الناشئين ناس محترمه، استفدت منهم كلهم، كل المدربين، مش عايز انسى حد، بس اللي علم معايا صراحه كابتن ياسر رجب، هو ده من الشخصيات المحترمه، ده اللي لعبني مساك اصلا، فبشكره. وبشكر، عايز اوجه الشكر لابويا وامي واخواتي، دول السنه دي بجد قبل الماتش لما بكلمهم خلاص ضامن ان انا بكسب، والله العظيم يا فاروق. يا رب يا منعم تكلمهم كل ماتش. والله يا فاروق، لو عارف، لو رنيت عليهم وما فتحوش على طول بقلع. المره دي الحمد لله فتحوا على طول، بشكرهم ودايما في ظهري. سيد خلي بالك برضه، انا عارف ان سيد بيعمل معاك مجهود كبير. ربنا يخليهم ليا يا رب، وما يحرمنيش منهم، ودايما كده اقدر افرحهم يا رب. اشكرك يا منعم، ومزيد من البطولات باذن الله. لا بالله.